صراحة اليوم توجهنا بمعية السي حسن ورقة إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي، وتم استقبالنا من قبل القائدية والدرك حول موضوع السي حسن، لأكد لنا بالملموس قائدي أنه ليس هناك مذكرة بحق السي حسن. كل ما هناك أنه الدرك الملكي بعث لي الحضور من أجل استفساره واش هو على استعداد لمتابعة الدركي في محضر رسمي.